قبول الآخر، قبول التوجهات، قبول الآراء، إعلان باسم الشراكة وعدم الإقصاء حتى يكون شركاء في إدارة البلاد بفضل الله عز وجل. لا يستهدف حزب دون آخر، ولا جماعة دون جماعة، ولا قبيلة دون قبيلة. إن هذا إعلان رباني لما بعد الثورة بفضل الله عز وجل. ومن ميزات طول هذه الثورة إني أمسسكم قرح، فقد مس القوم قرح مثله.